لن تكون الأرض بعد الموت قبري، إن قبري في صدور العارفين. بيتان أوصى جلال الدين الرومي بنقشهما على شاهد قبره، وشاءت إرادة محبيه عبر العالم إحالتهما رؤية بالرقص والسماع لقرون، وكذلك شاءت فهيمة ميرزائي وفرقتها الاحتفاء بالسلام بالعاصمة كابول عبر رقصة السماح. أنا أستمتع برقصة السماح، فهي تمنحني السلام وتخلصني من الحزن وتخفف عني صعوبات الحياة. ولإعلاء كلمة السلام بأفغانستان، أنشأت فهيمة مدرسة لتعليم الرقص والسماع الصوفي يجاور فيها الرجال النساء، وتخشى الفرقة زوال طيبها بسبب عودة شبح طالبان للظهور بالساحة السياسية الأفغانية. لقد تزايد عدد معارضي رقصاتنا المولوية بالبلاد، وخاصة في صفوف المتطرفين الذين يرون العالم أسود وأبيض ولا يقبلون بأي لون آخر. إنهم يرفضون وجودنا، لكنني أقول بأن هدفنا هو إشاعة التواصل مع الناس لا إقصاءهم. سواد الرؤية لدى الرافدين لم يزد فهيمة إلا إصرارا على إشاعة دين الحب، سيرا على خطى شيخ الدراويش جلال الدين الرومي. إذا طلب مني أعضاء طالبان التوقف عن الرقص الصوفي سأرفض، فليست لهم وصاية علينا، وطريقة تفكيرهم خاطئة. وكشخص روحاني يعيش في مجتمع حديث سأخبرهم بأنني اخترت طريقي. طريق الحق نفق مظلم نهايته نور، لا تراه سوى قلوب العارفين. وللأفغان في فهيمة وفرقتها دليل قد يلين قلوب المتطرفين ويزيل عن أبصارهم الغشاوة ليروا نور التسامح جلياً.